عمان رئيسة المكتب الإعلامي الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود إناث أبو خلف. أستاذة إناث أهلا بك. أستاذة إناث، في مثل هذه الأوضاع عندما نشاهد الحروب في كثير من بقاع العالم، الأولويات الأساسية التي يتم توفيرها خاصة فيما يتعلق بوصول الخدمة الطبية كيف تقارن بما يحدث في قطاع غزة الآن؟ شكرا على الاستضافة. يعني المشهد الإنساني في قطاع غزة من منظور أطباء بلا حدود بحسب ما شهدته فرقنا هو مشهد كارثي، يعني لا يوجد أدنى مساحة لتوفير الرعاية الطبية والإنسانية لمن هم بأمس الحاجة لها. الفرق الطبية تعمل تحت الضغط، المستشفيات يعني فاقت القدرة الاستيعابية لعملها، لا وقود، الأدوية والمستلزمات الطبية آخذة بالنفاذ. في مستشفى العودة حيث تعمل أطباء بلا حدود على سبيل المثال، يوم الاثنين استنفذنا احتياطي المعدات والأدوية المخصص لثلاثة أسابيع. فأيضا المستشفيات يعني عدد كبير منها يعني غير قادر على الاستمرار في استخدام المولدات الكهربائية بسبب نفاذ الوقود. لا أمن لا أمان، أكثر من 200 ألف نازح الآن يعني لا مأوى لهم. بحسب القانون الإنساني الدولي لابد من توفير مساحة آمنة ومنح السكان إنذار يعني لوقت كافي للإخلاء، ولكن هذا لا ينطلي على الحال في غزة الآن. لا يوجد مكان آمن للتوجه إليه. أحد زملائنا في قطاع غزة يسكن في مخيم البرج، توجه مع عائلته إلى مخيم صيرات، وأيضا تعرض المخيم للقصف. فلا ملاذ آمن للمدنيين الآن في قطاع غزة، ونحن كأطباء بلا حدود قلقون تحديدا حيال إبلاغ إسرائيل لسكان شمال غزة بمغادرة أراضيهم ومنازلهم خلال مهلة 24 ساعة. هذا أمر خطير، هذا الإبلاغ هو بحد ذاته خرق لكافة القوانين الإنسانية. ويعني نتحدث عن أكثر من مليون إنسان في هذه المناطق، كيف لهم ان يتكدسوا بسرعه من 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 اقصى الشمال الى اقصى الجنوب في قطاع غزه؟ فهذه لغه يعني خارجه عن اي اطار انساني يعني يمكن لنا ان نتقبله. الان في اطباء بلا حدود اولويتنا الاولى تنصب على يعني تعزيز الاستجابه في المستشفيات التي يعني فرقها لا تزال تشهد هول الصدمه مما يرونه، تدفق غير متوقف للجرحى، لا سيما مع استمرار القصف العشوائي الإسرائيلي الذي لا يميز بين المنشآت المدنية وغيرها. عياداتنا، عيادات أطباء بلا حدود في قطاع غزة، في مدينة غزة تحديدا، أغلقت. حاولنا فتحها لعدة ساعات ولكننا اضطررنا إلى إغلاقها في نهاية الأمر بسبب حدوث تفجيرات قريبة من العيادات. مستشفى بيت حانون كذلك الأمر، الفرق غير قادرة حتى على التحرك، رصدنا استهداف ما أقله 4 سيارات إسعاف. فيعني حتى الأماكن التي يعني الأصل بها أن تكون يعني تتمتع بجزء من الحصانة الإنسانية، اليوم هذه الحصانة غير موجودة، ولذلك يعني ما نشهده الآن غير مسبوق. شكرا جزيلا لك رئيسة المكتب الإعلامي الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود إناث أبو خلف.